الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعاذنا الله منا ومنكم أجمعين. أما بعد إخوة الإيمان والإسلام أيها الأخوات، بعد التحية موضوعنا كوبان بندون إلى وحي إذن وذاقه بإذن الله الكريم. موضوع ساد أكتين أما أركتين ودور المرأة في تربية الأولاد. قفك الدمر كا الماء تربية دودة كوريا هاجا جنتي سي هرمرينتي سي بلشدة بوسكيكا جيران معاك قبان كران أولاد يو كوريا iyey bulshada inta la maxay ka tahay maxay ka qaban kartaa dowrka ay ka qaadan kartaa maxay tahay dowrul mar'a ama dowrka ay ka qaadan karto ama kaalinta ka qaadan karto waa kaalin aan la yareysan karin oo aad iyo aad iyo aad nusus fara badan oo kala gadisan iyo taariikh badan laga qoray waxa loo yahay qofta dumarka ah إنه تهي من أكثر داخل البيت وداخل الأسرة وتخالد الأبناء والبنات قفك إلمها وقلو ومركز تدحقلا ومركز تقريق أبدا ومركز تعرور تحنانا إذا كده أجرا كورهين تهيذ كجرا إنه دمر كتاي أبدا ولا شك ولا ريب في ذلك وارن لأجا معروفة حنانا إلمها هذو النقض مركا ونبت اللغة هيا هذو النقض مركا يعني أن حتى معايا إذا إيشك تربيعها لما نقف إسكور سنة بس أركيان أمورها نوردن ووح علاقة تربية الله له تربية ذا مركا لنا محلقة التنشئة تربية ذا معايتها وبربارنت المها التربية مقصودة معايتها وبربارنت يا هواينتا المها اللغو بربريو اخلاق دا اسلام كي يدين تا اسلام كا تربيوين كوا بدين مغو ادوا قود لكن واحد لغو دا تربية اسلامية عالمية طيبة رائعة لغو دا تربية دا اسلام كي الهي رالي او كي اهي النبي محمد لغا ضينا صلى الله عليه وسلم لغا ضينا صحابة الكرام تاسع لغا على تربية دا مقصود كي نوكا لنا اصل كا اصوش اصل كي رات كالي tarbiyada iyada ama daawo qof dumar ka ayeen guriga kuwa u badan markasta ilmaha la joogo markasta ilmaha dhaxda ugu jira waxa laga maarmaana in ay mahay ay doorkooda ay kaalintooda ay ka muujiyaan kaalmaha kaalinta ay ka muujinayaan awalan waxaan ognahay nusuusta sharciga ah marka laga hadlayo ilmaha ee tarbiyadiisa laga hadlayo nusuusta sharciga ah labada qof markay is dooranayaan boorta awalan diin bay isku doortaan waayo nabi ilaahay maxamed baa wuxuu leeyahay salawaatullaahi wasalaamu calayhi tunkaxu lmar'a liarbac qofta dumarka ah waxaa loo guursadaa iyada lafteeduma dadka ayuu guursataa labada qof marka ragga lala hadlaya dabcan haweenkana waa lala hadlayaa oo waxaa la yidhahdaa annisaau shaqaa'iqu rijaal haweenka ragga ayaa laga jeexay wixii ragga lagula hadlaya haweenkana waa lagula hadlaa haddii ragga lala hadla iyagiina waa lala hadlayaa wixii markaa sharcigu khaas uga dhigay mooyaane oo la bayaaniyey mooyaane
إذن يدنا ويكود دوران سيونا ويكود دوران أفرطاء الرموت وآه لمالها ولجمالها ولحصبها ولدينها ما لا دايلة هاي أما سيونا يدنا لفتدو أينك مالكو أركتو والله اسكو دورتا وروحنا والله اسكو دورتا حصب إيا رير خطر يكاد نارتين والله اسكو دورتا لكن مركا النبي وقو يدعو دن بيسي فاضفر بذات الدين تريد يداك قفك الدين تكرع هدي الدين تكرع وإذا كانت هذه اللوكة أقول لها هذا العلمين تيدين معنى واد قفتها رنتي لابا أنا ماذا مريوين قولنا انت سيكون دورا سيكون انت سيكون دورا وإن دين لسكون دورته تهضي تيون الدين لسكون دورتي تربية المهنة كبلا بطبع عروس كيبا هدو بلوضي وشرعي اللي وافديي ومعي ايدي يقول كده عيبا وعي نوغني هاوينك اوهر ريسابة سيدة علمات ايسوه قوريان واثرادة وعلى ربا مركة قوريك اللي ايسوه قليبا ان دعادي اللي اغريو دعادي اللي لبرك عضو انت استوديان وننكونا ايادو وفوت دقبتو دعادي او اغريو او ارادة الله وحانك ويديستي محي خيرك اللي هو ابو رأي خيرك كده هجرا وحان كامان قال يا وحي الشرع كده هجرا يدو لو يورو نيس اساقنا ورايا ويدو ما هستا كتر هذا طبعا اما كره اوتر هذا الله وضعه وعلى قرره هل كان ضيد على مركز اركيان شرعك والله وضعه الى اله ويسوبنا اركيان دعا الاخرية اللهم جنبنا جنبني وجنبنا الشيطان ما رزقتنا يدو الاخر تساقنا اخريو هل كان علمها سمركو السرع او النقضة وعلى سمين يا علمه وعد الشيء هدو دشو رواية كسا اراري قار ان لغو ادام دكتا ميديك دكتا بيئة لكاقا عقبا رواية علماء قيبا وحكاش دكتا حاجة سندكا لكن رواية با حصل لكا دكتا ميديك تا ان لكاقا ادمو اذن ادن كاستا وعلى ربا والتوحيد كاوه الرجعين با انو قلبك كاقاد او تا هداي ايد احايا ايد علمي او سلا او دشو لغو ادمو وعلى ربا علمها ان لغو دارا مقع ونكسن والله به يوم معي مقعيض اغفر لبالان سيدة عبد الله يا عبد الرحمن يا حسن يا حسين يا امورها يا اسمار الصحابة الله به يوم مقعيض الحنحو وانا علمها الله بهنين اولاد يا علو يا دولار يا قيليو يا نار قوت يا قنبتك يا نوارت لكفيق يا لكتاق يا مودو يا موغو وعيالا لقرين وانا الله بهنين يا مقعيض قروح بلوي لس علمها الله به يوم ودين توافقسا وتفاؤل حسنا إذن مركبا الله بحيا والله والقلا تميسا قدر كودنا والله صدقيا هل كاسا ضينا على انتا اوهرا وحاوية قيبنا بحالكا تربية دي اهدي انتا وهو يدي اكتر وحال الربا وحوانا اكسن ما وحونا الواقع دي وهي المدوى الهو عجل عجل اهويا وإن وحوانا اكسن المها الوكر لها توحيدك اللي قوكر شاقه خيرك اللي قوكر شاقه المي قدتك كاقات دايدا وحوه ناكسن او الشرف لقو كاقات دايدا هدي هالكا انت اصول عدي يظن مركة دورك كاقابل انسا التربية دي المي ما دام حنانين يسي وحال الربا المها مركة وحال البروة يأيني خيرك او شاكتو الله اكبر ده سبحان الله ده الحمد لله ده لا اله الا الله محمد رسول الله ده وأين الدعادي أي ساعة ترتيب ترتيب أيو برتو وأين التربية هذا حد لين حل جنت لا وحد ترتوا يا رب بدن ويا العربتو يا بيرة الله جه له بالله اللي يدوليد أوه وحيا له معان أو وأنا أحسن يا المكوا الله يا لصاد وأين اللي جيسي سو اللي هوس تك صاد سيسا تربية هي هذا وأنا جوري ما مض أي أتهاي محي أي كده حجرتو لبدي والد waxaan neeri waxa u badan qofta dumar ka isagina korbu ka xamaala iyadiina guriga inay joogto ilmihi tarbiyeeyso guriga joogitaankaasna macna gaar u leeyahay hada ilaahi baba wuxuu waqarna fi biyuti kunna wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula warawayn gurigina ku sugnada hanan banaan bi in sida jahiliyada ay saga baxaan guriga uu joogo ilmihi baad ka waraysa kiyan tukani tukal orani كي هذا الحنق والله أعلق ما هلا به كي أنا مقايدة
وحيالا كاليا بنانك والوريقنا واتساق لنا وضدك لمده بيئة درس كاديه وهي وناك سنبا دقيسيني علماتي بادو أماني خير كي بادو الشيقي وهو وناك سنادو سمي حوغا يربادو توريواتك فرحيني سيدا صلاة دادي إيا عبادة دادي أيو دورا يا أوكا قياس قامانا يا أو أركا يا وحيالا إلمها أو لوقب هيا أميهم كاو حاكمين علمات إليهين وحاوناك سن إن محي وقفك كغضا يدو إنا أذيقا لفتقاك إلمها دالي كمان بعد مثل عن الشيء على سبيل المثال كمان هو إنا كاركت إنا حجاب قبطوهم معاك عمو كوكر سويهين لكن كمان يريد السوبر باري سيادي أركت ويدا مالي والحجاب الآن سوق اللو ريقيس أما الدرع يرسكا بعيسا أما قاما قابس كغبط حتى أركت معايديه وراني هو يدي بقولي الحجاب مقاضين الحجاب كان لقوة المحيان بو يدي وانفيرين وانفيرين سانتا هذا مثلا على سبيل المثال أي أركت هو يدي ضد عايزة كورا ما أنت ضد عايزة هو يدي ضدك عايزة تانا وان عايزة بايديه هذا أركت هو يدي ضدك الله تعلمي سوى الله تعلمي ويلك أدو أركا أبيه وقيلي يستغنى والله قيلي أبيه ويدي ديلي أدو أركا إسلام تكالي قرسان دون إسلام فاركا بايين دونا مركز والد كلفتي سأناك عا يا وحالا رأرونت إنا نقول دايدان قارهان هو يدا ما دامي وبنيهين هو يدا انت إلمها لجوك تورت هذا الحوة إنا اسكا إلاليس وانا إنا ندرس كدبين وانا إنا أباها دبين لماذا والدنا أرونت ورتو وإنا نقوى لحالين هذا هو ناكسن هل كاسي أرد تربيضو قبل لابانيسا وضيقوا لغايا وإنو اشكا مغايا السوق يا قناسي يا مالتيني وأين ترى وردوكسي عشر كي مكان صوب حري وأين ترى ورسلادي ما أهدي وأين ترى ذا وريا أنظر بسنجا موقع طي وأين ترى ذا ورميك تعلق أنا وأين ترى ذا ورميك تعلق سحرا وأين ترى ذا ورمرك الله سحرا يو وأتكار بالله تسال برب الفرق يا برب الناس يقول والله الآخر استا وأين إمامدي وحيارها صوتا ترتيب ترتيب تدريجيا او تربيعيسو اذا ما مضوح عادي اما الدور كذا ما اها تعاون باجراء ابيه ايهو يدي واين اسكاك عشران ابيه وايلو لقبتو دينا او كتاقيه هو يدينا واين دينا كتاقنتهي هدو ابوه دينتا او مدنتنا متك تشوغا ايام حي ايام ارت الدور كي قليا اوين كمركي لقاها اللي نبي واقع عري حديثك صحيحها رحم الله إما رحم الله امرأة قامت محي رغبين كمي صلاة الليل ستاكتي محي وي صلاة الليل بيسكتاكتي ويتكتي وأيقظت زوجها نكيدين ويتوسسي فإن أبا عدو ديدا نضحت في وجهه الماء صلاة الليل بيسكتاكتي صلاة الليل كمركي ستاكتي ايتكتي نكيدين ويتجيسي هدو ديدنا محي إن يربيه وجهك قطعتسا ورو قرلس هذا ملح عباديسو عباديسو قرلس هذا ملح بساقونا إلهي هون حريستان ننتو صلاة الليل تكذا إسلامتين سنة توسي هدو ديدنا بيه وجهك قطعتسا سيو عباديسو تهوينك إلهي أيو باردو المعنى إلهي اللوغو باريو إذن أوينك وحوية هدو صدا النقضان إلميهنا وقود ديارة يهدو صلاة الليل كيبو بلاوي عبادينا وبلاوي إلهي يدي قودو waxay arkay tirtay hooyadeedo ninkeeda salaada u toojista oo abeer markaa ninkeedana waxay dhigay hooyaday aabay salaada u toosin jirtay anigana waan ku toosin cibaadaysay dhig waa gabar tarbeesan hooyad baa sheekadaba hooyad baa arintan ka dhaadhacsan tahay idan arimaha soo dhan waxay tusinayaan in ay tarbiyadu hooyadu boos weyn ay ku fadhido inay ciyaar ahayn nabi ilaahay maxamed baa wuxuu dhigi jiray salaatullaahi wasalaamu alayhi hadiis ah oo sugan ايو حدين جري يا رب كاسية عارية في الدنيا بلانا مد درقبتا او اخرى قاون مرقاس النبي حدين جري صلوات الله والسلام عليه من يوقد وريه توسينية صوائب الحجرات ورقلن كان وينك كو جري توسيني عباده توسينية معنى ايالك عباده توسين جري عباده سيو عبادستان ايو توسين جري اذن أهميّة إلينا هاي تربية أما الدور كي قادنا نسوى عادي أما إياها وحاكمة الدور كي قادنا نسوى وبلشدة مركا يقولي إذا هاجيسو إلميه إذا هاجيسو بلشدة قيبنا ما يلاك عبي إلميه إنا وحيكو طلالي سا
inu noqdo ilmo wanaagsan isaguna qayb u sii faafiyo. Waxyaalo badan buuna hooyadii iyo aabihii ka bartay oo tarbiya ah. Waayo difligu in badan hooyadii buu inta badan ku tacaasuraa bay dhahaan culimmadu. Hooyadii ayay anfacaalaadkeedii iyo say u shaqayso iyo say u socoto ilmuhu ku tacaasuri. Idan hooyadii hadday hooyo diina ay tahay, hooyo khayr badan hadday tahay, hooyo hadal macaan hadday tahay, hooyo maxayda si fiican ilmaheeda u xanaanaysa hadday tahay, hadda waa ilmihii ugu tacaasurayaan ilmo fiican bay noqoni. Saan ma rabo aynu sheegnay. Laakiin gurigiiba hadday ka maqan tahay ka waran oo iska dhaqaaqday oo tiri aniga waxa weeye guriga ma joogaye, dambiil baan qaadanoo bariiska ninku ii keenaya iguma fila. Hageen aadi bariiska igu yaray oo baasta iyo waxbaan soo kordhisani. Hageen fadhiisan suuqaan fadhiisani, maxaa dhigani amboogo, mid kale maxaa dhigay dukaan baan furan, ta kalena anu baarlamaan baaban geliya libaxaad baan noqoni. Ani waaban bejiin iyo USA waaban u kala gooshiba oo ilmihii aad kaga tagtay. Gabadh madow aan berdhowd guriga kaga tago meelaha iyadaa ag joog joogta oo hadday kaa disha ka war ama kaa sunayso ama ay wax kaala kale kaaga tallaasho ama intay dhibta ay cunaa qabato. Wallaahi mooti ma garanayad, anigu waaun waxaan rabaa inaan shaqeeyo oo maarata oogaa faraadi dahaban hadda gabdho badan baa qabaan arkay inaan soo qaato oo maarata anigana aanba oogaa yar dibiro gabdhaha kale waxa yeleen anigu waxaan ataysna guriga meelsaan u joogan saa noqday. Guriga kuu khayr badan oo waqarna fii biyuuti kunnaa la yidhiye. Guriga iska joogu ee ilaahay kuu qorayna iska cun. Waayo nabiyullaahi maxamed salawaatullaahi wasalaamu caleyh markuu dhintay sagaal dumaru ka dhintay, dacwadii iyo diintuuna ku mashquulsanaa hal maamoo tiri war anigu waan soo xamaalanoo waxba dee jihaadkaad ku mashquulsanta iyo dacwadana ma ayna jirin. Waxay leedahay laba bilood oo saddex bilood dhexdooda ayaan biyo madow iyo timir may wax kale maanaan heli jirin, waa qanacsanaan jireen annaguna. Waxaa leedahay war bulshada iga yara bal maa laysoo kordhiyo. Guriga gabadha wey meel bay furtay, odaygiina meel buu furay, wiilkiina meel buu furay, kulligeen midda meel baan furay, waana la ordayaa. Idan waxa aasaaskan u ah tarbiyada aasaas waxa u ah inay gurigaga haweenku joogaan oo ilmihii ay ka warhayaan oo ilmihii ay la socdaan doorkay qaadanayaan. Waayo ilmaha iyagaasuu fiirinayaa oo ku dayanayaa, ilmaha ayuu ku dayanayaa. Sidoo kale waxaa iyadana meesha ku jirta oo lambarka labaada oo aynu ognahay oo doorka ay qofta dumarka ay qaadanaysaa ilmaha yaridiisa marka horeba markay nuujinayso ilmaha oo ama xaalatu nuug ay joogto, waa ma aha min naaciyati dibbi oo saxiya keliya lagama wado, nafsaaniya laga wadaaya. Ilmaha naaska aada nuujinayso tarbiyada saameyn bay ku leeday leeyihiin. Naaskan aada nuujinayso ilmaha jacayl qalbiga u gelayo adigiyo adiga isku xulaya ilmahan ay islaanta nuujisay ayaa jira oo caanahan uu nugoy jirkiisa galay ah oo ilmahan si gaar iyo taasur gaar u leeyahay adiga uu kuu cidhaa caanihiisa siiye ee tarbiyadaadii hataa saameyn bay ku leedahay. Maa ina iska meelaha intii la dhaho waraadhe anigu waxaan rabaa ilmaha inaan baasha yare afka loo geliyo meelaha u geliye, ma raba naas inuu nugoy yar gabgaboobe, bal ilmaha meelaha u geliya caano u gadgada afka loo gelgeliyo. xadiis baana ku soo arooray si gaaro nabiyullaahi maxamed uu leeyahay sallallahu calayhi wasalam, haweenka u diiday ilmahooda naaska cadaabulqabrigii baa lagu tusayo iyagoo naasahooda abeesa ay dhaadhiyayso. ilmahooday u diideen iyagoo waxay ahayd waraadhow armaa ninku intuu dhaho islaanta iyo yar weynaatay oo maarata ka kaataa islaaman kale aadaa, bal aad yar adaad kaa tida libaaxaad nagoo tida ilmaha baasha yar ee lagu habay iyo wax siiyo naasaha ka ilaasho. naasihii marka waxaa lagu abaalmariyey in naasaha abeesa lagaga diro, abeesaha naasaha dhaadhi oo nabiga la tusay sallallahu calayhi wasalam. idan saameynta naaskaasu uu leeyahay ma aha sixada keliya in laga wado iyo dhinaca dibiga ee nafsaaniyan ilmihii hooyadii buu ku cidhnaani. haddii khaadimad looga tago iyo mid shaqaala ah, ninka ilmaha qalbigiisu ma degana, wax dhalay wax kale ma kala garanayo, wanaagii iyo isku xidhnaanta iyo xidhiirkii hooyada ka dhexeeya wuu daciifi. waxyaalo fara badan ayaana dhaca. waxaa dhaca hadda kahor oo dhacday maamo ama islaam baa ilmiheeda ka tagtay, markaasaa waxay ilmihii marka kaga tagtay qof shaqaalay uga tagtay, ilmihii baa jiraday. ilmihii markuu jiraday xoogaa ka maqnayd yay waxay dabaday inay tagto shaqadii hesho. waxaa lagu yidhi maalin keliya ma goyn kartay, ilaan shaqay dhex gashay. islimihii marka ka tagtay isagoo jiran meel bay gaadhay way soo noqotay, ilmihii meeda u timid iyadii oo meeshii barooraysaa loo yimidoo oo la ilmahan aniga waxa weeye waxaa igu dhacday khasaaro
ilmaha waxa weeye soo jireen baan ka tegay, gabadhaa shaqaalahan ka tegay, soo maydana waa loo imid. Meesha isotel geyn lahayd waxaa lii shaqadii baa lagaa fiijinay haddaad maalmo maqanaato. Markaasay iskaga tagtay, ilmihii iyadoo la joogin bay naftu ka baxday. Walbahaar iyo murug ayaa meeshaa ku dishay, walbahaar ayaa ku dilay. Idan maxaa tagitaankii muxuu kuu taray? Lacag keliya maxay kuu tari? Qaarna waa wala idin tusay ilmahoodii intay ka tageen oo bahalada yaryar hadda guryaha lagu xidhay, intay lagu xidhay ilmihii oo la baquujiyo la dilayo marka dambena la soo saaray. Idan tarbiyada ilmaha saamaynta naaska nuujintiisa la joogaysa ayaaba tarbiyada qayb ka mid ah oo ka qayb qaadanaysa. Waxaynu ognahay qofta dumarka waxay yidhaahdaa waa silaaxun duu xaddayn, waa wax laba afla ah. Haddii khayrka loo adeegsadana waa wanaagsanta, haddii sharka loo adeegsadana hadda waxa weeye khatar bay noqonaysaa. Idan acdaada ilaahay gaalada waxay jecel yihiin haweenka inay miidaanka ka fogeeyaan diiniga ah, sharciga inay ka fogeeyaan, ayay isku dayayaan iyo waddada wanaagsan fasaadkana ay u furaan. Oo fasaadka muxuu yahay? Iyagu waxay dhahdaa haweenkaan taarget ka dhiganno, maadaama ay nisful mujtamaca niskii tahay, waliidatu ayna tahay nisfu thaani min arrijaal, ragga waxa dhalayna waa iyaga oo ragga soo saara. Ilaan boqor haddaad aragta islaam baa dhashay, nin madax haddaad aragtana islaam baa dhashay, nin sheekh oo caalim haddaad aragtana islaam baa gashay, wiil fariid oo qur-aanka iftiya oo dadka tujinaya taraawiix yaa dhalay islaam. Idan qofkii sidaas ah haddii xumaan loo adeegsadana bulshada way baadiyaysaa, hadday wanaag rabtana dad bay soo saartaa wanaagsan oo bisil. Idan reer galbeedku u warrada haweenku inay soo baxaan oo guryaha laga soo saaro oo waxyaalo badan loo furo, telefisyon guriga loo dhigo, fiidiyo loo dhigo, dhiish loo dhigo, saleemo loo sameeyo, waxyaalo badan la tuso, iyo qaaqaawan tiktok iyo meelo la gelgeliyo, adduunku iskaga ciyaar sida doon laga yeelo markii doon la dhaco, sida adhigana laysaga biinbiimay meelaha inta lagu xareeyo. Waayo waxaynu garanaynaa xalaaraadka oo reer galbeedka iyo kayrkii ama kuwa eeshiyadaas oo iyagana sida hindiga oo kale ama roomaan iyo nimankaas oo kale waxay samayn jireen qolo walba. Haddaa carabti oo kale laga soo qaadana waa kaadogeydo, wayba dili jireenba ilmaha gabadha oo kale, waxay dhihi jabar aad bay noo sii jiidaysaayo nasurhaa bukaa, nasrigeeda haddaad ii gargaarto adoo lagu dilayana wan ku wooyo, waxba kuma qabanayso. Waxaadaa oo sariga waxay ku siisana waa wax tugo ninkeeda ka soo xaday, idan naagaa qiyoomala andilo waydal mawuudatu sirad. Saasay ahayd faatikaanka iyo nimanka kale reer kristanna iyaguna waxa weeye cagtay marin jireen oo qaarkood waxayba dhihi jireenba waa banijaasa qofkaa laga cararo, yuhuudna iyada iskaba daaba, waxayba kuleen islaanta marka cayl iyo dhiig ku dhaha u dhawaanina finan iyo meelaha waxba idinka soo bixiya guriga uga carara. Umuuro badan baa jiray, hindiguna waaba iyaga iskaba daaba, qaarkood waa dili jireen. Marka waxyaalahaasoo dhan markay soo martay, islaamku meel buu geeyey, waa karaameeyey, waa sharfay oo qof inay eedda ninka u tahay adi kuu tahay ama abaryar kuu tahay ama islaantaada tahay ama adigoo dhashay wey ama gabadhaadi ay tahay, markasta waa la qiimeeyaa waana la sharfaa. Gurigoodana waa la joojiyaa, waa loo khidmeeyaa, waa loo shaqeeyaa, gurigaa lagu beelaa, dhaxalkoodaa la siiyaa, waa la nidaamiyaa. Islaamku waxay doonayaan buu siiyey, laakiin gaaladaale guryaha ka soo baxa oo soo carara waa la ydin gumaystay. Umuurahaasna marka guri ka soo baxa carruurta looga soo tegayna haweenkeeda dhib buu u keenay, ilmihii laga soo tegayna dhib weyn iyo culays weyn buu u keenay. Idan nimanka iyaga ah waxay isku dayaan ama ha ahaada nimanka la yidhaahdo Jarmalka ama Faransiiska ama Hindiya ha ahaadeene, intuba waxyaalaha ay faafiyaan caalamka waxay ku faafiyaan waxyaalaha anshaxumada iyo dicaarada iyo wixii xun ayay rabaan inay gabdhaha muslimiinta ay wixii hodha ay dhex geliyaan, si gabdhahoodu ay u fasaadeen oo gabdhahooduba ay aad iyo aad fasaad iyo balaayo iyo dhibaatooyin ugu dhacday. Idan mas-uuliyatul mar'a maxay tahay? Mas-uuliyaddeeda ilaahay markuu karaameeyey wuxuu ku laasimiyey gurigeeda inay camalkiisa ay qabato. Camalka guriga waxaa ka mid ah awlaadda oo la tarbiyeeyo, waxaa ka mid a guriga hawlaha ka jira in ninka loo islaaxiyo oo isagoo daalan meeshii oo muhaya oo loo diyaariyey uu ku nasto oo iyadii markaa uu duceeyo. Idan hooyadu waxay tahay waa madaraso, hooyadu waxay tahay waa aasaaskii foundationka iyo tarbiyada,
ilmaha wanaagsan iyo gabadh xijaab leh hooyadaa soo saarta, gabadh fiican oo qur-aanka ifdisay hooyadaa soo saarta, aabbuhuna waa u garab un buu yahay mooyaane, wixii wasiirka daakhiliga ee guriga waa haweenka. Xaafid Ibraahim, ninka loo yaqaano shaacirka, ayaa wuxuu yidhi, isagoo ka hadlay hooyada, wuxuu yidhi, al-ummu madarasa idaa acdadtaha, haddaad diyaarisay iyadaa dhan baa madarasa ku filanba, sabaarta iyadaaba ku filan. Idaa acdadtaha, haddaad diyaariso, acdadta shacaban dayiba al-acraaq, waxaad diyaarisay shacab asalkiisuna aada u wanaagsan yahay oo dayib aad diyaarisay. Mar hadday hooyada la diyaariyo, meel loo jeediyo, wax la baro, akhlaaqdeedu ay hagaagta, ilmihiina way hagaagayaan. Idan hooyadu waa sayidada beytka guriga, wa mas-uuliyatiha, guriga qofka la weydiinayo ee mas-uulka ka ahna waa hooyada, tarbiyada qofka u qumayana waa hooyada. Ilmaha waa hadalka macaan baray, ay hadalka fiican iyo deriska si loo hadlay u badan waa hooyada. Sidaa darteed buu nebigu ku yidhi markuu ka hadlayo, kullukum raac wa kullukum mas-uulu an raa'iyatihi, muxuu yidhi, walmar'atu raa'iyatun fii beyti zawjiha, ninkeeda gurigiisa ayay mas-uul ka tahay, qiyaamahana waa la weydiin. Oo mas-uulkay ka tahay waxaa weeye ilmihiina inay tarbiyayso oo ilmihiina ay toosiso, gurigaana ay ilaaliso, nim uusan raalli ka ahayna guriga uusan soo gelin. Macnaha qof uusan isaga uusan u idmin inuu faraajkiisa iyo amaakintiisa lagu karaameeyo iska gala ma ay aha, waana inay nafteeda iyo jidhkeedaba ilaaliso, iyo qaybka maalkiisa iyo xoolihiisana ay u ilaaliso, xuquuqdiisa ay ilaaliso. Idan qofta dumarka waa mas-uuliyad, waana la weydiinay waa raaya, fii beyti zawjiha bay ka tahay, wa mas-uulatun, waxay mas-uul ka tahay ilmaheeda. Idan umuurta umuur caadiya oo la yaraysan kara ma aha. Fa in kharajad, hadday baxdo camalka khaarijiga ay u baxdo oo ay banaanka u baxdo, ciddii maxaa ku dhici? Shaqaalaa noqday baad tidhi, oo ciddii waad ka tagtay, maxaa kugu dhici kara? Dowladdaa man iska dhexgeli baad tidhi, ilmihiina waad ka dhaqaaqday. Ilmihii horta way dayacmayaanoo tarbiyada ka halaabi. Kow, adigiina maxaa kugu dhacaya? Musaaxamatu rijaal yoomiyan, maalin walba rag baad martinka ugu jirtaa ajaanib ah oo ku guursan kara. Lambarka labaadna, ninkaaga waajibkii uu kaa rabay oo guriga iyo nidaamkiisa inaad u diyaariso waad ka mashquuli. Lambarka saddexaadna waxay noqon sabab keeni karta guriga iyo usuradu inay duntaan marka dabadan dalaaq keento. Waayo nin baa islaan soo guursa, waa islaantii awey, islaantii waxay jirtaa jabuuti bay ka shaqaysaa, aaday ka shaqaysaa, ilmihiina awey, ilmihii markay saa u dhashay waxaa loo dhiibay islaan shaqaala ah. Haye, maxaa ka dhalanaya marka? Maxaa ka dhalanaya? Idan tarbiyadii waa ay waxaa loo baahanyahay inay gartaan guriga mas-uuliyadda, inay mas-uuliyad sharaf loo weyn wey oo xanaano fara badan iyo umuuro badan ku jirta. Waxaynu ognahay haddii ay dhacdo waladku oo naxariistii iyo wixii hooyadu ay siinaysa u waayo, ilmo adag oo dembiyo gala ayuu noqonayaa. Waxaa laga yahay jaraa'im inuu galo, dembiyo kale uu galo. Waxaa laga yaabaaba marka dambe dhibaatooyin fara badan inuu u jeedo oo uu la yimaado. Idan umuurtu umuur caadiya ma ay aha, umuur caadiya ma aha. Waxaynu odhan karnaa qofta dumarka ah, qofta dumarka ah haddaynu si fiican loo qeexo, waxa weeye waxay noqon kartaa waa qof hogaamiye iyo maaragta dhan iyo guri dhan hogaamiye risbe ruuxi ka ah. Waayo gurigu wax ciyaara ma aha, gurigani waa guri dhisan, waa guri la dhisay. Caruur buu leeyahay waa kow, marti buu leeyahay waa laba, mudan uu leeyahay waa saddex, zawjkii baa jooga waa oo maaragtay isagana dee gurigii loo diyaariyay isagana la rabo waxyaalo badan in laga seesaxo, qaraabadiisa soo raacaysa, waxaasoo dhan waxaa la rabaa guriga in laga maamulo. Caruurta waa la israafi guriga markaad joogid, hebel goormu yimi, dugsiga ma u kacay, ma joogaa? Odaygii markuu imanayo gogoshiisii iyo nidaamkiisi iyo biyihi waa in loo diyaariyo, iyadana waa mas-uuliyad kale. Raashinkii iyo dadkii baahnaa, caruurtii wixii dadkii, waa inay iyadana ay eegto oo iyadana ay diyaariso waxay kari karto iyo waxay qaban karto. Idan waa nin dowladdan meesha ku haysa, islaanta dowladdan oo madax, dowladdan ayay madax u tahay, horyaal u tahay, ilan gurigu waa dowladdan oo waxyaalo badan iyo laamo badan leh. Hadday iskaga dhaqaaqdo marka dhibaatooyin ayaa dhacaysa, dhibaatooyin aan loo baahnayn ayaa dhacaya. Idan waxaa loo baahan yahay qofta dumarka horta Ilaahay khaaliqa ah
فلجيسة وحلو بقينا نقطة قف معي قف فكرة ومعي أيضا آد يا آد يا آد وقو إسلام طبعا دورك اللي قرب أو دورك اللي قرب إنا يتعي هديك رواح إيمانا يا أسباب معي إيمانا يا الأسباب أسباب الانحلال والفساد بقى إيمانا الخلقي الماء وعيانه يتربيضك كلهم طبعا وما رب ذلك يا دب ذلك أيوك يا رواح اللي يقان سوء سوء تربية سوء تربية وعلى قوضة المهي مركي وعلى ربا مركو يريا مركو وغوه الرئيسة اقول سدح شنفر جير تدب جير وقالوا دكس قرآن على جاية سيدتك وضبع السمين جرين دكس يا مركو دمائيو قرآن كمعنيه سال برا قرآن كمعنيه سمرك الله برو كتبتي كرده والله آخر يا والدك حقو كله يا عيال برا درسك حقو كله يا والله برا نقول بحقي سئلوا سيال الرواي صو يروح بدل وفهمي كرو يدنا وعرين لك ما معنا وحال لو بحي هاي يدنا سئلوا مرة ربا شاقني إن لك قد بيضو والدك وراك كورا والدك الماء السيجار لقود العبايو الماء السيجار لقود العبايا كورا نقود العبايا لي سيجار راسو كذا الماء هو يوت قاعد كشقين إذا كورا ربا وإذا ورما يو قاعد كهلا كيرو قاعد على إيه كيرو ورقة المي بين القاعد قضاء ماشي قيئة الماء معين قون كران هذا قابل ما هدو قبضي لقضي الماء هو يضط قاوان تاكورا حجابا اينا قوين هدو يلمو واسكا قاوانانا يان اذن ما مضو واح عادي اما اها تطور فربضان ايالو بايا ادم الاكتراف الاخضاء الاخضاء الاولاد وحوي وحيالاه كان الماء اينا تربيضو كهلاوضو الماء قيود اندنو قرينين تطبع كسو الشيغان كمان ريبيس salaad ma aadayo kama reebays ma dhays aad dugsigu goynaya dugsiga aad ma dhays gabadhu way waadashay xijaab meesha aad u xulayd saydoonta yeeli wiilkaaga lama hadlayso soo yar ba xarkab qoorta ku xulan iyo gacmaha lama hadlayso waxan iska furma dhays ilmihi baadiga ba iska ya imaalinayo aw hawaya adagba tala u siineynin odagayda sidoo kale waxa laga yaabaa inuu san isagana wax weyn uusan kugu dhaamin وعيالها التربية التربية المها كارا قيم قادن كارا وما هي تاي التكنولوجي وعيالها التكنولوجيا هذا جرته وعيالها المها ما هي إنه يخرمان هدان لقيا رينين ولا نسونين وخير أنا بوس كلو جلينين حوا سامين بدن بالمها كويا رنسا والتكنولوجيا ده ما حلاك ولا وعيالها مثلا السنة مثلا على سبيل المثال قريقي يا محاضر دكتور قبلني قبل هذا يوير ما وحاسي تلفون وين تلفون وين أدون قول أنا كلاس أوري زاد قبلني يوير والله يا أبي رئيس هذا تمن جافر تمن جرت حياة سيسي وحال اللوجة بالك أصلا ما شو مرة يا حال ديس أو عيالا كده جريء بلاير يا في تنتع هذه أمريكا تربية هذه الصواب أقول نقول إنها تربية المها أضبح كيا شو تكدش فيديو يديش كي وحيالا أصلا أنا عيال كاملة إذن تكنولوجيا وعيالها دباتوين بدن حاجة تربية يا أوليسيادة بدن كو كينا ايا كمتاحي وآد علماتو ميالا بدن اي واحد لان إذن واحد لو بهاية هدتا لو بهاية يا والدك لقرب ما حيطا والدك وعيالها لقرب وعيالها صوص على ويسيده ويضو كالي واحد لقرب يا علمي ارتا إيري كدع بإسوه ما مضو إنا كده على صورته محاطهاي المايو مسلم باطهاي مسلم محاله جربا إنه توصناله وإسلام كما أني سأقول يا الاستسلام والانقياد له بالطاعة الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك إن ما هي استسلام على الله قام سمو إلى هدرت الله قام سمو إن إلهي اللي يسوديبو الدل درتي اللي يسوديبو إذن مركا هو قانسن كي نوع عاصة علمي إنا تراور الميهو هو قانسن أو وناك عادو الشاكتو دين تي عادبرتو لنبرك الله بعد إنكا قيب قادن كلا علمها إنا وناك سنادان وادعاء أولادا ربي هبلي عاليني الله ويه بيه أما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يعني وآياتي
النبي الله يسوع حكايونا يو إليه ربنا هب لنا إله نوهي به ويا ربنا هب لنا نوهي به هوين كان نجا حقه ذا يا أولاد نجا حقه ذا قرة عين كوي نكوك وجدان وجعل للمتقين إماما كودتك متقين كان إله إمام نغادي سهو إله يدعيس ربي جعل لهم مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء ربي هب لي ذرية طيبة ربي إيه به ذرية يا أرور وناكسان أو طيبة إله إيه به إذن المها دعاء سوى كقائب قاباني إني المها نصن أو دين تكوها نصن إني النغضان ما مضى مركا إيه هو يدو وهو إيه وحانو مالانا يا تفسر بضبها لقد أدعيه ولحن على دغدغة رقبا على دحق على رقبا ما لقد علي لكن ما مضى يضع من مضى أو سيطرة دان حيثة وطاقات دان حيثة قولي دان بمسؤول كتا ميالك علي مضى حنبي ميالك علي نوان قلتا كتا ما بأحبا هل كذا سيكون شرف سنت هذا هل كذا سيمحي يقيمي يقايا كل هذا إذا هو حلو بهاي أخداد علمها كان علمي ما خلدوي وإن هذا أقرين وطلاد وخلدانتا وين هذا لوكرين وحلو بينا ترى الباه خالد بعد كتير تاعي كتر وين كان وسألت وقشك تاعها وعيالا لو بهي على قام مارمان هو يدو إنا يبرة الدين تبع على قام مارمان ويا دير الدين تبع رني هو يدو الباه محاط باري هو يدو إنا يدوكش كشو هو يدو إنا مدرسوين كشو هو يدو إنا مالا خير كأتكتو سمحي أي هو يدو أنه قد توقف وحتر بيان كرا هو يدو أنه قد تدد وحوشي كرا هو يدو أنه قد تدد إلما وحوشي كيسان كرا هو يدو أنه قد تدد إلما حكيان متك اللحن أخرية متك على كرا كرا تا قفكو عال ربا إساقال ربا إنو يسرسو قرآن كوادي بياري هادو مدية وكوان با قرآن كالوكو برتا ننك إلهي أسالو ومصر إله صدع صلا ننك إدادالا قرآن كواكو إفتي أواركو برتا إذن معاي حلو بهاي هاي أولا قمارمانا ويدو إيه ديت إيه عبارتو سيلوه ديت ووهو قابسو وعلا قمارمان إيني أرضي نقطو إيه دين تبارتو وعلا قمارمان لماذا؟ فاقدو هاي فاقدو الشي لا يؤدي نيو حبا ريساني مؤكو سنكرا حبا دين هيساني نو حبا قونين وعلا بايا مركا أول الأمر إيني هوايان كينا إينو دكسيرا قينو هوايان كينا ننكي كتابو آخرين كرا إيه مارتاي أما الزوج كذا أما ويل كذا أقول يا الله وآخرين تي كنا ما لا خير كلو هاي وين تكتو كيف بدال علمه إذا وين وضدي مارسه وضدي وين مارسه إذن وحنو مرنا هذا الله بدي يهامه ما بشيء وجدته وحلا يدك ما أرتلا ينقرها ويسكعته هاي وحلا ينقرها وح أو ما أرتلا إسكي يلي أنا أما ما أروح إسكي شاكع معها وحلا ينقرها المهن إلي نتربية سنة المهن إلي نمارت مال في عن ووناك سن أي مارت إلو تغان ويو حان الله الشيخ المهن دين نتربية إنه أو آينا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم عليه إذا مات ابن آدم انقضى عمله إلا من ثلاث بلا آدم كماركو لنتلمهم بين عملكو لصدحهم بين قائن صدح رسوا مذ وصدقة الجارية وصدقة الجوكتة الجارية اللي مساجة الاستيام والنقاح كدر طيئة طلباتنا ما هي تهي ويوذنا وعلم ينطفع به علم عددك السيبر طي وعددك المسلمين تهي كزفة إليستين تصدحاتنا ما هي تهي ولد صالح يدعو له علم الصالح وكوسة دعية وإلى الله أباهي أنحرسه الله ويوذن أنحرسه إذن أريد مركز علمي كوزو دعاي لها يويكو أنفئ لها هذا كوران تربية دي سياد إلوهدو أو دكتر أسين ويدو أو الله وين حرسه أسين فانسانين أو دعيانك لك مشخوشو أرين داسو عين غالي ساعرين وآدي آدو كارين كارت خلال يا معانا ومحايا إذا يؤاد وآدك سيدا إمارتا يسوق ريان وآيانا قفك اللوب بأي هاي وبريها لوغا بهاي مامويينكا وها كاميلا وهاي نوغنا هاي انتشار الفواحش وهاي راه اضفا في بريها وها كاميلا وهاي لوغا غانا الدعارة او الزنا او معسيا الان ادوك او قبضان او قبليه اللي قوليه انتصا قبار فلاني على دعاي مثل على دعاي مثل على دعاي لوهاي
arrimaha iyaga gaaladu way faafisaa, wayna ku faraxdaa meelo badanna way ka hirgelisay, meelo badanna way ka hirgelisay. Waxaa loo baahanyahay qofta dumarka inay maxay doorkeeda inay muujiso, doorkeeda inay muujisaa loo baahan yahay, dadaalkeeda inay muujisaa loo baahan yahay, guntiga diisha inay isaga dhigtaa loo baahan yahay, khayrka inay u dadaashaa laga baahan yahay, say u hesho ilmo waladun saalixun yadcu lahu, waladun saalixun yadcu lahu. اللهم ارحم لأبي، اللهم ارحم لأمي، اللهم اغفر لأمي. إلها إنه ليه إلها إنه كده على الإنسان سوى دهان. أو دين تمشي إنه سكول كا إنه بقول كي بس سجاشن سير إنه سكول كا. بقول كي بس سجاشن دين تهال بقول كي بس ديت دين تهال السيو. لو أتن كا كان سكول كا هال السي أنسينه. أو دين تمركز تأوه الرئيسه. إلى واسعه الرئيس مالك عادي ما أنت أدون قرآن وسيو. أدون قرآن. waxa kaaga fiican hal kelimo diinta intaad barataado oo ilaahay raali ka yeenaa dhibato, hal kelimo ood fahantay oo diin ah ayaa kaaga filan. Idan waxaa loo baahan yahay inaynu dhulka iska qaadno, maadaama fasaadkaasu batayna in fasaadka laga hortago. Haween goor iyo gabdhihooda dacwada ka qayb qaadan jireen, waayo idinkii bulshadii qayb dhan oo ka mid ah tiin, hadda inkastoo beryahan ay baroon yihiinba, waxa weeye qayb in waxaa loo baahanyahay aad ka qaadataan oo si fiican dacwadii aad idinka laftiin intaad barataan uga qayb qaadataan. Almar'a waa in la helaa daa'iya, qof dumar oo daa'iyada waa la helaa, way ku yartaa magaalada laakiin way jiraan. Oo aad adiga isxilqaanto aad tiraa war dacwadan xaafaddaydaan ku faafini, naahebla maanta ma tukatay? Haa, hadda in la tukado waa lagama maarmaane tukada. Hebla, maanta waxaa jirta xijaabka miyuu kaa lumay? Xijaabkan jilicsanaad qabta muxuu yahay? Waa inay maaragtay ka jawaabto. Haddaad gabadh aan tukan jirin aad tiraahdo tuko, ajirka waad qaybsanaysaan, adoon waxba lagaa nusqaaminayn, iyada laga nusqaaminayn. Gabadh aan xijaab qabin haddaad xijaab u dhigto, ajirka hesha ajir la-eg baad heli. Qof aan maxay ahayday aan kelimada iyo salaada saxayn haddii aad salaada qof aan saxayn haddaad ka saxdo, haddii ajirkaad helaysa waa taqaanaa aad iyo aad buu u badan yahay una ballaaran yahay. Oo salaadii aad ka saxdo matalan qofka salaadiisi aad ka toosiso. Idan waxaa loo baahan yahay idinka inaad ducaad noqotaan oo aad isxilqaantaan oo wixii aad dareentaan oo maaragtay idinka batana culimadii aad la soo xiriirtaan. Waxaa loo baahan yahay markan oo kale iyo muxaadarooyinka marka la sheego inaad meel kasta ka timaadaan idinkoo diintiina baray oo diintiina dhegaysanaya, yaan rabaa erya dhul meel kasta inaad ka soo timaadaan, ka soo gaashaawataan. Laakiin in yaroo kooban inaad noqotaan culimadii inay idinku caajisaan baa laga yaabaa. Waxaan rabaa maalinta ay muxaadarooyinka ay jiraan mid kasta inay la timaado toban qof, inay la timaado ama shan qof, oo xaafadihii u yeedho, oo xaafadihii soo kaxayso, oo xaafadihii soo dhaweyso, oo ay ku xidhan yihiin baa rabaaye. Lama raba in la eriyo dadkii, in la soo dhaweeyaa lagama maarmaan. Idan waxaan leeyahay hooyinkuna aad ogtihiin maamadu inayna ahay wax oo ciyaar ciyaara, oo imaamadu tahay wax ilaahay sharaf iyo qaado ilaahay uu ku abuurayo ilmahaas oo ay maxay ahayday ay mar kasta ku dadaalayaan, yaaba ajar ugu filan ma hadday ilaahay dartii ilmaha ugu siraano. Ilmaha dhib badan bay la marmaane, ilaahay dartiina ay ka tahay dhib badanna ay la maraan. Waxa weeye waxaa laga yaabaa khayraad fara badan iyo wanaag badan ee inay helaan. Se waxaan doonayaa biidin ahlkariim, waxaan ku soo gaabinayaa, waxaan isu dardaarmaynaa ee taqwada alle allah ilaahay inaynu ka baqano meelaan joognaba. Suma waxaan isu dardaarmaynaa laga bilaabo maanta mid kastoo dhegaysata casharkan inay waxay faafin karta ay sii faafisa si ay jannada u gasho ajir u hesho. Gabdhaha aan muxaadaradu u imanay waa inaad tiraahdo mas-uuliyad baa guriga kaa saaran gabadhaadi iyo wiilkaaga ka warhay iyo ilmahaaga. Waa inaad ku tiraahdaan gabdhaha warcaydii iyo cadaabtii habaarka carruurta laga daayo, waayo tarbiyada waxaa ka mid a carruurta in loo duceeyo markaan nidhi waxaa lidkeeda ah. Tarbiya xumada waxaa ka mid a inaan ilmaha habaaro oo markayna dhibaan aad tiraan hah balaaya kugu dhacay, balaaya maa ku dhicin, khayrka allaha ka qaada, khayrka loo qaadiyo doorogu cuni meelahaasu istaagi. Waa inaad tiraahda ilaahu ii hagaajo khayr ugu ducayso habeer iyo dharaar aan u ducayno. Idan waxaan isu dardaarmaynaa dacwada inaynu faafino, inaad ogaataan inaad shay muhiima tihiin,
تربيه الجوري إلى المركز تكسر إنسان زو تاكتان دعوة إلى زو تاكتان درس إلى المعنى دعوة جارسيسان جوريها إلى تكوى كاتار إلى المرا وريجن حجابية هي أسترك إلى السودر دارمو دتك إلهي إلى دعاد النغنو أو سي دعاد يسيد دين دتك أوشا قينو إذن دعين تاسان دور يعني نقصة قبل نسأل الله العفو والعافية وصلى الله على النبي الكريم وشكرا لكم على حسن استماعكم وإلى اللقاء المبارك.